السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عريس بيجهز هو وصاحبه الفرح وزي اي حد عايز يفرح. عريس من اسكندرية بيفرح زي اي واحد بيطلع عزاله بالوينز. صاحبه قال له مش هينفع تطلع العزال لوحدك، تعال اما اساعدك ونطلع سوا العزال. قبل ما يطلع العزال فرحان ومبسوط بالدنيا وبيصور نفسه وبينشرها على الفيسبوك. اهله وجيرانه والناس قالوا ان ده حسد وهو اتحسد من الصورة اللي نشرها على الفيسبوك. وفعلا يا جدعان الحسد مذكور في القرآن، دي حاجة احنا مش هنبدعها. العريس يا عيني هو طالع بالونش هو وصاحبه، وقعت الطبلية بتاعت الونش عليهم والناس اللي واقفة تحت، ناس كتير اتصابت والعريس وصاحبه اتدفن وبقت ميتا بدل ما هو فرح. انا مش صعبان عليا في الموضوع كله، انا العريس وصاحبه فرحانين جدا ببعض، بيشيلوا مع بعض العزال كأنهم خوات ومفيش اي حاجة بينهم. اصبح يا عيني الفرح اللي هم مبسوطين بيه وبيفرحوا بيه، ناس بدل ما كانت هتبارك لأهليهم دلوقتي هتعزيهم. يا ناس دلوقتي المتسبب في الحادث الأليم ده المقاول بتاع الونش او الناس اللي شغالين عليه. هتقولي ليه يا عم الحاج هم ليهم ذنب، هي الناس دي مالها، هو نصيب وقدر. هقولك يا باشا هو نصيب وقدر بتاع ربنا ما نقدرش نتكلم فيه، لكن يا باشا كل الموضوع ان انت اول ما بتطلع من بيتك بتجهز عدتك بتجهز حالك، هو ده المفروض برضو كذلك الامر يجمد على حاجته ويظبط حاجته عشان خاطر الارواح بتاعت الناس. يعني كان المفروض يجمد على الطبلية بتاعت الونش دي هو قبل ما يشتغل كمان. يا باشا انت اول ما بتطلع من بيتك بتلبس كوتشيك، ما ينفعش تربط الرباط بتاعك، لو ما ربطتش الرباط بتاعك الكوتش هيمشي يلقلق في رجليك وهيتفلت منك. هو ده كذلك الامر بالظبط، مينفعش نهمل في ارواح الناس بالشكل ده. بقول نصيحه للناس اللي بتحصل والشعوذه والهبل ده، افرح لاخيك المسلم كما تفرح لنفسك، ربنا يديك 10 اضعاف. يعني انت ما ينفعش تبص لحاجه اخوك المسلم. انا مش عارف الناس بقت تاكل في بعض ليه كده، والدنيا بقت مش مستاهله اصلا ناكل في بعض. الابن بيحسد ابوه والاب بيحسد ابنه والصاحب بيحسد صاحبه وكل الدنيا بقت كده على بعض. يا رب ما تحصل لك مصيبة اللي هشترك في القناة بتاعته وتفعل زر الجرس. ما تدوس لايك يا زميل، لا احمله الاول.